فتزداد طبقة الدهون شيئا فشيئا وفي في أعضاء جسمه وكذلك في رئتيك وأيضا في شرايين الدم، فتزداد السماكة وشرايين الدم هذا سماكته، وبالتالي لما تزداد سماكة الدهون يأثر على جريان الدم، فهنا تبدأ مشاكل صحية مثل ضغط الدم لأن الدم ما يستطيع يوصل في العقل جهاز في المخ وأيضا في أعضاء جسمه، وتبدأ مشاكل صحية أخرى وصولا إلى سرطان. لذلك قالوا الماء بارد يسبب السرطان لأن الجسم غريب، هذا الشحوم الموجودة تتجمد وتظل فترة طويلة وتزداد شيئا فشيئا ممكن يؤثر يسبب السرطان. لذلك السرطان انتشر كثير، ها انتشر كثير. نعم، إذا حد يبغى يسأل سؤال شباب ما شاء الله عندكم طاقة، ها كل واحد مبسوط هنا. إذا أعطيكم بسألكم أسئلة. نعم تفضل تفضل. الماء الساخن يعالج على مرض السرطان؟ كل شيء إلى القدر، كل شيء قدر، لكل مجتهد نصيب، هذا مادة علمية. كل أنا ما أقول يعني 100% لأن قدر، كل شيء قدر، بس من يسعى لكل مجتهد نصيب. فبالتالي شرب الماء الساخن لأن يقضي على الخلايا السرطانية الميتة، خلايا تكون ميتة لعدم وجود هيدروجين، فعندما تبدأ تشرب الماء الساخن تستوعب مرة ثانية كمية كبيرة من الهيدروجين فيجعل يعني يخف من السرطان. هذا قلنا قبل قليل. النتائج المترتبة موجودة هناك، بس عشان الوقت كان ضيق وفيه كثير طبعا شرائح كثيرة جدا وتجارب علمية، بس لأن صعب أشرحها عشان كان يجب التزم الوقت. عموما إيش الفوائد؟ فوائد أول شيء طبعا أول شيء أوكي Gloria I will explain if you don't mind just لأن عشان نعطي انتباه للجميع، بس إيه بس عشان بس نرد على السؤال. فوائد أول شيء very hot very hot the hot water is very hot. أول شيء علاج الأمراض، كثير من الأمراض موجودة، حوالي 28 مرض موجودة قائمة يعني عشان الوقت أيضا 28. وثانية وقاية من الأمراض، عرف كيف، وأيضا تقوية الذاكرة، وأيضا موجود الشرح علميا لماذا يقوي الذاكرة، يشيل الشوائب العصبية لأنها موجود الهيدروجين يمر بسهولة في كافة أعضاء جسمه وهي مضادة للسموم، وبالتالي يعمل يساعد في تقوية الذاكرة. فيعني صدقوني شربوا الماء الساخن ترون وحدكم حتى في عملية تركيز الدراسة يكون أفضل له، لأن عقل الإنسان الله تعالى جعلنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم جسدي وذهنيا، أحسن شأن من الله تعالى. لكن كيف إنسان ما يستطيع يستعمل قوة العقل الموجودة عنده كما أعطى الله سبحانه وتعالى نعمه؟ فألبن أينشتين الذي استخدم وكان أذكر رجل في التاريخ قالوا 17% استخدم العقل. اليوم الزعماء وكذا والحكام والشخصيات البارزة والعلماء فقط 8% 10%، يعني إنسان مستطيع أكثر من ذلك، بس الوجود الشوائب العقلية تؤثر على قوة الذاكرة، فبالتالي إذا شرب الماء الساخن يساعد يعني في تقوية الذاكرة. أيضا نعم قوة الإيمان بالله تعالى، أيضا وجود في الآية من الآيات الكريمة، آية من الآيات الكريمة، جميعنا مسلمين يعني يجب نتقبل كل ما هو آت من الله سبحانه وتعالى، يبين الفوائد العظيمة أربعة في القرآن الكريم عن الماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به طهارة ويذهب عنكم ريح الشيطان وسواسة الشيطان وليربط على قلوبكم صلاه السلام، تحب السلام تحب الخير وكذا ولا الخير ويثبت به الاقدام صدق الله العظيم. نعم انت سالت بس عشان نعطيه الاخرين، انت سالت سؤال نعم نعطي فرصه الاخرين. نعم اذا اشرب شاي يحصل نفس الفائده يوم اشرب ماء ساخن؟ اذا اشرب الشاي شوف شرب الشاي مفيد لكن ليس بديل للماء الساخن. اي ماء الماء لما تضيف اي ماده اي ذره أصبح دواء من أعشاب، أصبح عصيرا، أصبح شاي، قد يكون أصبح مادة سامة. حد سمع عن هيدروجين بروكسيد؟ حد سمع؟ ويستعمل الوقت ما عشان الأسئلة. هيدروجين بروكسيد يستخدم في المستشفى للجروح، إنزين في حتى في الإصابات كذا يعني يستخدموه. هو عبارة عن ماء يضيفوا ذرة إضافية من الأكسجين أصبح مادة سامة. إذا ما ممكن يشربه يعني يزيل فطريات على السطح. ممكن المطابخ ممكن دورات المياه اللي تكرمونها بس لكن ليس لشربه. هي H2O plus or H2O2 ليس لشربه. الشاي ايضا هي في محلول اضافي على الماء فاصبح عصيرا اصبح شاي اصبح يعني، فقد يكون مفيد قد يكون مضر.
فليس بديلا عن استمتع بشاي لكن لا تستبدل الماء كليا. ايضا دليل اخر، ممكن هل ممكن واحد كليا ما يشرب الماء ابدا يقول انا ترى انا اشرب الشاي 99% ربما هو ماء، 1% شاي محلول شاي، فقط اشرب الشاي مثلا الاحمر طول حياتي ما اشرب الماء، ايش راح يحصل؟ تحصل التهابات حتى وصول الى فشل كلوي. شوف مع انه وجود في الماء 99% واكثر موجود محلول، يعني قمت باستبدال الماء كليا بالشاي، اشرب شاي اشرب العصير لكن ليس بديلا عن الماء H2O. حد ثاني يسأل سؤال؟ نعم. يكون العلاج فقط مع الشرب؟ ممتاز، سؤال وجيزة. العلاج انت رغشه شربه، كثير من الامراض تكون موجوده داخل المعده داخل جسمه، وايضا العلاج الخارجي مبسوط ما شاء الله. اوكي اوكي العلاج الخارجي يمكن حد منكم سمع حمام البخاري، لكن انا افضل لا تحط اي محلول ماده كيماويه داخل، لان يروح في رئتيك فيأثر في رئتيك، يعني مثلا حمام مغربي يكون ماء ساخن فقط، يعني ما تحط المواد الكيماويه. الوقت 12:40. نعم. Because we will ask questions. With me it's 12:30. We will ask questions. بس نسأل الأستاذ الوقت اللي قالوا له 12:40 إذا توقف الحين. نعم. على انتهى بريك. انا نو بريك فعلا عشان كم كلمه متحمسين ما يروح عليهم البريك. اعتقد افضل ان نتوقف الحين. كنت اتمنى يكون في وقت كافي لتلقي الاسئله، لان هذا وقتهم بريك بالكم عشان ما يضيع عليكم بعدين بتروح نازع هناك. نعم. اوكي بعد البريك ما ادري اداره المدرسه هي اذا كانت تقبلونا لهذا. نعم ما ادري يعني هذا وقت البريك، طبعا هذا وقتكم ثمين ايضا، يمكن حد يريد يشرب عصير يشرب ياكل سندويتش. ما يساخن موجود، ما يساخن هنا انزل. فما ادري يعني ايش استاذ اذا بخصهم، او اذا حد بغى يسال يبقى عادي، حد يبغى يبقى يسال تفضل استاذ. اي البريك عندهم خلاص يعني فما لازم ينزلوا. روح الصف الان. اوكي نشكركم جميعا على الحضور، جزاكم الله خير حقيقة. بارك الله فيكم. Ask you question. We will ask you some question and then you will answer. Okay. But time is over. Wait. Time is over. Only one. Okay. 1 minute. Do you know the name of this man and what is the name of the book? Who can? Yes. His name is Abu Qais. Faras Barras Al-Hadri. Okay. What's the name of the book? أيام الحياة سعيدة وأسرارها. Yeah. Two books. Yeah, I said them. Okay. Anymore? Let's go. When you boil the water, what is releasing from the boiling water? بس يعني يبغى تريحكم. When you boil the water, what are you going to release? Hydrogen. ما شاء الله. شو علي يلا واكثر كثير ما شاء الله يلا اسمع
ان شاء الله يبغى يغش احنا ان شاء الله. اذا السائل امنيوسي امنيوتيك فلويد يتكون من ايش وايش فائدته في الجنين؟ انه يكون داخل يتكون بطن الحرمه يكون اوكي اللي هو الرحم اوكي فالجنين يكون ساحل له بالولد ولا طبيعي يتكون من ايش يتكون ساحل 7.5 هو 99% معي و 1% ما دفعتي نعم اوكي 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 سمع سمع اوكي ايزي كويشن فيري ايزي هو امتي هاي ماذا علمي تدرسون وانا قلت اخذ خليل اوكي وات از ذا كويشن كويكلي نو ماي تايم اوكي اوكي اعطيني